قولي لي في اي معلومات عن مكان مارتن لي؟ عندنا صوره صورها حد في القهوه، يظهر انه ركب عربيه سيدان سودا بعد الحادثه. عربيه سودا، ممتاز. خليني اكمل. عندنا لوحه تقريبيه، واحد من رجال الدوريات لقى لوحه مطبقه سيدان سودا في جراج جنب كانون وهيدسون. انت ظابط شاطر يا يوري، انا في الطريق. سبايدر مان، اهلا. ده شغال دكتور مايكلز؟ انت ازاي بتتصل؟ استلمت لسلك من التنبور. اسمع، محطات المواصلات هي نقطتين شار ديفل سبريس، بتكلم على المطارات ومحطات الاوتوبيس والقطارات، هينتشروا منها بسرعه جدا. هو ليه أوسكورب بتطور سلاح حيوي في المدينه؟ مش المفروض انها تعمل كده في اي مكان بعيد؟ ديفلز بريث مهم نورمان، طول الوقت كان مهووس بيه. المشروع ده بيكسر كل القوانين واللوائح الفدراليه، بس هو مش مهتم. لو المدينه كلها عرفت اكيد مش هينتخبوه تاني ابدا. ما يهمش اعاده الانتخابات، وهو هيتحكم في الهاي لجرائم الحرب. انت ليه بتقول لي الكلام ده؟ مش انت مذنب زي نورمان بالظبط؟ ايوه بالظبط، ولكن افعال ليه فوائدنا. احنا اتجاهلنا مخاطر المشروع لمده طويله، وانا واثق فيك يا سبايدر مان. انت الشخص الوحيد اللي بتحاول تعمل الصح. ارجوك احمي المدينه من غلطتنا. اسف، معلش. زفت، ديفلز بريث اختفى. لازم اكلم ام جي واحذرها. أنا ماري جين واتسون، أرجوك تسيب رسالة مفصلة وهكلمك في أقرب وقت. بتخططي لإيه دلوقتي يا أم جي؟ ستانش قال إن الشياطين بيدوروا عن حاجة في جي سي تي، بس هما محتاجين إيه هنا؟ تقريباً لازم أتصل ببيتر وأقوله أنا بعمل إيه. بصراحة مش مهم، هو أكيد هيقولي روح البيت وقعدي قدام اللابتوب. هستكشف الموضوع بسرعة وأقوله لقيت إيه. نؤمن في أوسكور بأن الهجوم هو خير وسيلة للدفاع، وفيما يتعلق بمحاربة تلوث الهواء فلقد أحرزنا تقدماً مذهلاً. يطلق جهاز غايون. مستر لي، الأمور هتبقى سهلة على الكل لو حافظتم على الهدوء ونفذتم كلمة الشرطة. من هنا؟ لا، مكتب العمدة أوزبورن. عايز أتكلم مع العمدة أوزبورن. مين بيتصل؟ الراجل اللي بيدور عليه. عايز إيه؟ أنا عايزك خلال 30 دقيقة عند محطة جراند سنتر لوحدك، أو هيبقى الدم في رقبتك. ام جي، انا في الطريق. انت كويسه؟ لا انا كويسه، يلا بسرعه. انا جاي باقصى سرعه. انت بتعملي ايه في جي سي دي؟ هشرح لك بعدين. اسمع، ليه رايح يحرر ديفلز بريث؟ اخرجي من هناك بسرعه. مش هيعمل كده لحد ما يجي نورمان أوزبورن هنا. استني، اكيد دي خطه لي من الاول.
بيحمل نورمان المسؤوليه ويرغمه على اطلاق ديفلز براث بنفسه. كلام معقول بطريقه غريبه ومرضيه جدا. طيب انا وصلت، تعالي المحطه دلوقتي. وانا لازم اخد بالي من حاجه معينه؟ شكل كده في دوريه متتبعين زي ما يكون بيتحضر لك. ما تقلقيش انا في نظام التهويه، قادره تشوفي مخرج امن. انا عندي عجله. تقاطع الجنوب الغربي. أنا في الطريق. لو قربت أكتر المتتبعين هيشوفوني. شايف الجهاز اللي ببص عليه ده بيتحكم في المتتبعين؟ تقدري توقفيها؟ أيوة، لو قدرت تشتت انتباههم وما تتصابش. جاهز، مستني إشارتك. تمام، مستعدة. بتقرب. سمع؟ سويك عنده؟ طيب، اتحركي. مش هياخدوني من غير خناقة. شامتان وإنشو. لحظة. أم جاي بتعمل إيه؟ خلينا كلنا نهدى. تينك بورباني يبي. اسمع، أنا صحفية معايا خط مباشر للعمدة أوزبورن، وهساعدكم بتأكيد وصوله في الميعاد. إزاي؟ أولا سيبه يمشي. لي شنسن، هذا جيزة سوى تعرف كيف تعرف أوزبورن. زومين، ما تعرف 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 تعرف. يلا. جايين نطي من على الدرابزين. مش هيشوفوني. التابلت لسه معاكي؟ أيوة. يلا خلصي بسرعة. ماشي، هشوف ده. يلا يلا، قربت أوصل. عملتها. برافو عليك، يلا نخرجك من. إيه أخبار ديفلز براث؟ هبقى أرجع له تاني. لا، إحنا شركة، أنت فاكر؟ ممكن نتجادل بعدين. لو ما ساعدناش الناس دي ممكن يموتوا. أنت كمان، مش هقبل إن ده يحصل. لا، أنا اللي دخلت نفسي في ده وهخرج نفسي منه. تقصدي إيه بإنك دخلتي نفسك في ده؟ كده مش عاجبني، في كتير قوي منهم. طب خلينا ناخدهم بهدوء. لسه قريب. خلص عليه. حاولي تخليهم يتفرقوا. أحاول أفرقهم عن بعض. يلا. حالا. يلا. ام جي، انت كنت عارفه ان ليه هيكون هنا؟ مش بالظبط. تقصدي ايه؟ انا خمنت ان ممكن حاجه تحصل، بس مش ده. ليه ما قلتليش؟ كنت فاكر اننا شركة. الشركة بيثقوا في بعض يا بيتر. قصدك ايه؟ انا واثق فيكي. ايوه، لما بقعد في البيت اشتغل على اللابتوب. معقول؟ احنا ممكن نرجع عشان ننقذ المدينه. حالاً.
خلص عليه. يلا يلا. يلا نيجيتا在哪裡؟ 他就在这儿附近，我们很快就可以抓到他。 انا لازم اعديه. انا جاهز. 无人机还戒备着吗？ 控制机在手上。 يلا. 如果他逃掉了。 ابدا العد. دلوقتي فرصتك. اشغلهم انت وانا اهتم بدبلز بريس. عارفه بتعملي ايه؟ لا بس ده عمره ما وقفني قبل كده. اه طيب، شكل السلك الازرق متوصل بالبطاريه والاصفر بالمروحه، بس الاحمر هو اللي غريب جدا. طيب لازم نشيل الاسلاك المتوصله من البطاريه الاول. شوفي الاسلاك نهايتها فين وبعد كده فكيها من هناك. ماشي، نشيل السلكين من البطاريه الاول. مش معقول. طيب قولي لي شايفة ايه؟ شايفة اربع سلوك، اتنين زرق وواحد اصفر وواحد احمر. دوري على مصدر الاسلاك بترتيبهم، المفروض الوانهم تبقى حسب وظيفتهم. اه طيب، شكل السلك تمام، شلت السلك الاولاني. دلوقتي التاني. إيه؟ التايمر اتغير لثالث تايم، دلوقتي الاحمر. تمام، نجحت. واو ماشي، يلا نخرج الناس دي من هنا. محتاجه مساعده من سبايدي. جاهز؟ صح، انا هفضي الطريق. حاول تعمل كده بهدوء. هعمل كده. لازم اخلي بالي والا الرهاين هتتصاب. ليلي مصمم على ارهاب نيويورك. فيسك مش ممكن ياخد الرهائن بالطريقة دي. عنده حق، ابتدى يوحشني. نام يلا. أكيد ما توقعتش إن ده يحصل.
لازم نخرج منهم عدد أكبر وبعد كده هيكون الوضع آمن. بسرعة. ام جي جاء وقت التحرك. عالم تعالوا ورايا كلكم. ليكو منجدا عشاء جوجو شا. ام جي انت خرجتي؟ ايوه كلهم بخير. برافو عليكي. ايوه لما الموضوع يخلص لازم نتكلم. ايوه لازم. بس اول حاجه لاقي ليه وخلص عليه. حاسس اني متعاطف مع اعداء ام جي. يا ترى انا وضعي ايه دلوقتي؟ طيب يا شباب وقت التفاهم. انتوا عارفين ان جراند سنترال فيها اكبر بدرون في نيويورك؟ جنان صح؟ تقدر تفجر نص جسر بروكلين. موافق. أكيد مش بيعملوها زي زمان. لعلمك ده أسلوب نيويورك القديم. خطة هروب ليه هي ركوب القطر. مش هسيبه يهرب. رصيف القطر مفتوح. أكيد ده مكان ليه. هيهرب. أخيرا. آسف على التأخير. أصل اختصاصي. بتعملوا كده ليه؟ بدفع دين قديم. لازم احافظ على مسافتي دلوقتي. نقرب ونخلص الموضوع. شكله ابتدى يتعب. انت عيان.
خلينا ساعدك يا مارتن. مفيش فرامل؟ مفيش مشكلة. اشتغلت كويس المرة اللي فاتت. يوري لسه بيصلحوا في تقاطع 42 و1؟ ايوة الشوارع هتتقفل لمدة شهر. المحطة الجاية السجن. الأحسن تاخدها للمعمل. يلا بينا. أنا ماري جين واتسون، أرجوك تسيب رسالة مفصلة وهكلمك في أقرب وقت. هي ده أنا، قوليلي لما تحبي تتكلمي. المراسلة مش كلام؟ لا 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 لا، مش النوع ده من الأفوارة؟ أرجوك قول لا، أرجوك قول لا. تمام تمام ومش تمام. هو إيه اللي المفروض أفهمه؟ تفتكري؟ جميل. عملتها. ليه هيروح لرافت ودبل بريث في أمان مع السمور. حاسس بإيه؟ حاسس بإيه؟ يا ترى فاضل وقت قد ايه عندك؟ مش كتير. الاعمال البطوليه بتاعتك بالنسبه لي اعمال ورقيه، بس عاوز اقول لك برافو. شكرا يا يوري، كنت محتاج ده جدا.
كل الوقت اللي